إيران والفصائل ترفعان اليد عن خلايا الكاتيوشا، ومصادر تقول الحكومة تتفاوض مع كتائب وهمية. 70% من كاش العراق خارج المصارف، ورواتب تشرين الثاني مرهونة باقتراض ثالث. أزمة الرواتب تضرب شورجة وجميلة وتحرم عائلات عراقية من ثواب الحسين. 50 محاولة في مكاتب مفوضية الانتخابات للاستيلاء على ماركة تشرين. تفصيلات النشرة مينيو تي في، أهلا بكم. تستعد لجنة التحقيق في خلايا صواريخ الكاتيوشا إلى إصدار قرارات للحد من هذه الهجمات ضد البعثة الدبلوماسية. اللواء يحيى رسول ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قال إن اللجنة ستصل إلى نتائج وصفها بالإيجابية بخصوص استهداف السفارات وأمن المواطن، مشيرا إلى أن الكاظمي يشرف بشكل مباشر على اللجنة التي تضم قيادات عسكرية واستخبارية. تلجأ فصائل مسلحة إلى مناورة الحكومة العراقية بإنشاء منصات وهمية للتغطية عليها في الوقت الذي تقول الحكومة إنها فتحت قنوات حوار مع بعض من تلك الجماعات بهدف إيقاف هجمات الكاتيوشا، فمن يحاور من ومن يطلق الصواريخ؟ الحوار دولة مع دولة لا مع مجاميع منفلتة، هذا ما تريده بغداد في زمن الكاتيوشا. وعند الحديث عن دولة الفصائل، يشير وزير الخارجية العراق فؤاد حسين إلى إيران التي ذهب إليها بهدف نقل الحوار من تحت الطاولة إلى فوقها. الجميع تبرأ من استهداف البعثات بما في ذلك طهران خصم واشنطن التي أعلنت براءتها من الفصائل المنفلتة في العراق، وهي مواقف يتمخض عنها سؤال كبير: إن كان الجميع براء من القصف، فمن يطلق الكاتيوشا ومن يحاور على إيقافها؟ مصادر أمنية أفادت ليو تي في بمعلومات عن استراتيجية جديدة تتبعها الفصائل من خلال إطلاق واجهات إعلامية وهمية لمجاميع مسلحة بأسماء جديدة وعناوين مختلفة تتبنى إطلاق الصواريخ واستهداف البعثات. ففي غضون 10 أشهر انبثقت 9 مجاميع تعمل في الخفاء بأوامر من جماعات مسلحة تقليدية لصرف الانتباه عنها والتشويش على حكومة الكاظمي في ملاحقة مطلقي الصواريخ، وتحسبا لرد أمريكي قد يطال مواقع هذه الجماعات. كما إن إعلان الفصائل الكبيرة وجود حوار مع تلك المجموعات الصغيرة مثل مناورة للضغط على الحكومة وتحقيق الهدف من وجود الخلايا، وهو إخراج ما تبقى من القوات الأمريكية وإرباك الحركة الدبلوماسية في العراق. وعلى ما يبدو فإن هذه المناورة يحاول فريق الكاظمي احتوائها رغم الحسابات السياسية المعقدة، بعدما ركز على القنوات اللاعبة في مشهد الكاتيوشا ورمى الكرة في ملعب الحشد الشعبي من خلال تكليف قيادات كبار فيه بملاحقة السلاح المنفلت والقصاص من عرابيه وانهاء الأزمة وفق فترة زمنية محددة. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا من لندن مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية الدكتور غسان العطية. بداية أهلا ومرحبا بك دكتور. إذن يعني نبدأ من التساؤل الذي جاء في تقريرنا، يعني الجميع تبرأ من استهداف البعثات كما في ذلك الفصائل المسلحة وأيضا إيران، إذن من يطلق الصواريخ ومن يحاور على إيقافها؟ تفضل. شكرا. في الوقت المتاح يجب أن أوضح أن خلال هالأسبوع 3 دراسات مهمة صدرت في الولايات المتحدة، إحداهن معهد اسمه الحرب ومعهد آخر وما ترشح من وثائق تركه هشام الهاشمي. الكل تشير إلى أن هناك فصائل مسلحة قوية هي بتتمركز تحديداً بحزب الله
والعصائب والخرساني وهالمجموعات. هذه الفصائل هي التي تتحرك وسميت بالأسماء. وبالمناسبة قبل 3 أشهر تحديداً أو أقل، لما تمت عملية الدورة وتم اعتقال 15 مسلح من هناك، قامت جماعة حزب الله بسياراتهم ودخلوا الخضرة وحاصروا مراكز حكومية، مما أدى إلى تراجع الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين. اليوم السؤال الأول، ماذا يريدون هؤلاء؟ إن كان فعلا يريدون إخراج القوات الأمريكية فخروجها جدا سهل، هو بمجرد نهاية النفوذ الإيراني في العراق، عندئذ لا مبرر لوجود القوات الأمريكية وتخرج. أما أن تخرج القوات الأمريكية كما حصل عام 2011 لكي تأتي داعش وتدخل ويأتي الفصائل الجديدة باسم الحشد الشعبي لتحل محلها، كله على حساب العراق. هذه نعم. تجربة مريرة، إن كررت معناتها مآسي كبيرة. النقطة الأخيرة يجب نعم. أن تعرف، التيار الإسلامي الشيعي، الإسلامي السياسي الشيعي، يجب أن يسأل نفسه أنه هو بمقدوره الآن أن ينهي العراق ويدفع بالآخرين لتقسيم العراق، وطروحة التقسيم باتت أكثر قبولاً بين أكراد وبين محافظات عربية سنية وحتى أو أطراف أخرى. إذا كان هذا قصدهم فخلي يكون واضح أن هم قد ينجحوا بهذا الشيء. أما إذا كان قصدهم الحفاظ على العراق وإنقاذ العراق، فكذلك الجواب هو التالي: كيف ممكن أن يلعبوا دور بتوحيد العراقيين؟ لأن الحل بيد الشيعة، الطرف الآخر هو متفرج الآن وينتظر نعم. النتيجة. إذن العراق بهذا المعنى دكتور، إذن أنت تتفق يعني مع أن هناك مناورة أو استراتيجية جرسها يعني الفصائل وتناور فيها حكومة الكاظمي، تتفق مع هذا الرأي؟ وأيضا يعني نعم. كيف هذا التساؤل الذي طرحته الآن؟ نعم، هي تناور، هنا تعدد القضايا. القضية الأولى أن إيران تريد تنهك وتستفز الولايات المتحدة وتتمنى أن الولايات المتحدة تغلق سفارتها وتترك، وهذا هو الانتصار لإيران بكل معنى الكلمة. الآن تراجعت أمريكا عن الانسحاب. السؤال الآخر أن إيران تقول احنا لا نتدخل بالشأن العراقي، ولكن وجود القوات الأمريكية بالعراق هذا مطلب إقليمي يجب أن يخرجوا، يعني التناقض مع أنفسهم. ناحية طيب ثالثة، دكتور غسان، الإيرانيون ينتظروا انتخابات الرئاسة، هل ترامب سيبقى أم سيأتي بايدن؟ وهذا يذكر بما حصل بعهد كلينتون لما كان كارتر لما كان السفارة الأمريكية طيب دكتور غسان محتجزة، كيف ترى؟ الإيرانيين رفضوا الحديث مع كاردر. نعم دكتور غسان إن كنت تسمعني، ولما إجا ريغن يلا تحدثوا معه. كيف ترى قرار الكاظمي وفق ما يحصل الآن من أحداث يعني بتكليفه لقيادات في الحشد بملاحقة مطلقي الصواريخ وأيضا القصاص من المسؤولين؟ كان الله بعون الكاظمي، العملية في غاية الصعوبة ومطلوب من عنده عمل جبار، ما أدري هل هو قادر القيام به. السيد العبادي قام بخطوات إيجابية وممتازة، ولكن تردده، وهذا سمعته بشكل مباشر، أن خوفا من حرب شيعية جعل أن يرضى بالأمر الواقع ويقبل بانتخابات مزورة وغير ذلك. الآن ما حصل بموقف التردد ذاك أدى إلى تكريس قوة الفصائل المسلحة واللي يسميها البعض منفلتة. الآن اللي حصل بعد مقتل سليماني والمهندس أن تمويل هذه الفصائل قد يكون ضعف، إيران أضعف اقتصاديا. ولذا لما يقرأ واحد ما جاء في تقارير المرحوم هشام الهاشمي بأن فصائل من العصائب خرساني حتى بدر وغيرها أصبحوا يشاركوا في نقاط اللي حوالي بغداد شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، المناطق التفتيش
والوحدات ويأخذوا أتاوات ويأخذوها، وهذا ما مكتوب. طيب يعني بالحديث عن الفصائل دكتور غسان، يعني هناك أسماء جديدة وحتى عناوين جديدة للفصائل المسلحة، قيم هذا التطور في هذا المستوى الآن في العراق، ما تداعياتها على العراق داخليا وحتى خارجيا؟ يا سيدتي هذه قضية مكشوفة تماما، فهناك من يطلق صواريخ، والآن كما لاحظت في كربلاء يوم أمس يسمون نفسهم ربع الله، وفي نينوى فصيل آخر يستخدم اسم آخر. فإذا ضمن الفصائل الأساسية اللي أسميها الولائية التي تدين بولاية الفقيه، هي مصممة أن تستمر، وهذا ما يسمى بالكوموفلاج، بالغطاء الوهمي، هذه لا تعبر على أحد ومعروفة. الشيء اللي يجب أن يتضح الآن أن الكل، وأنا أشيد بما قال وزير الخارجية العراقي لما قال نريد الحديث مع الإيرانيين فوق الطاولة ليس جو الطاولة، لأن عمليا هناك اتصالات جو الطاولة. اللي يجب أن يعرف العراقيين أن القيادة الإيرانية منقسمة، هناك تيار معتدل يريد يتحاشى الصدام متمثل بوزير الخارجية وغيره، لكن الملف العراقي هو مسؤولية الحرس الثوري، والحرس الثوري هو اللي يدير العملية، ليس بالعراق فقط، بالعراق وسوريا ولبنان. نعم دكتور غسان العطية، مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. لم تقترض الحكومة لكنها دفعت رواتب الموظفين هذا الشهر، فمن أين حصلت على تريليونات الموظفين؟ وكيف ستؤمنها الشهر المقبل؟ بين الاقتراض والسحب من احتياطي البنك المركزي، كل الطرق تؤدي إلى الكارثة المالية. بعد 52 يوما الحكومة أخيرا تقرر دفع رواتب الموظفين، ولكن ليست الأيام الطويلة وحدها ما تثير التساؤل، فصرف الرواتب دون اللجوء إلى الاقتراض في إطار القانون الذي لم يقره البرلمان يفتح باب الأسئلة. من أين جاءت الحكومة ب4.7 تريليون دينار؟ مصادر خاصة في اللجنة المالية النيابية كشفت ليو تي في عن سحب الحكومة لهذا المبلغ من احتياطي البنك المركزي على سبيل السلف السريع، أي بمعنى أن تأخذ الحكومة مبلغاً بالدينار العراقي وتتعهد بسداده للبنك المركزي بالدولار من بيع النفط خلال مدة زمنية لا تتعدى 10 أيام. السلف السريع من البنك المركزي طريقة اتبعتها الحكومة في دفع رواتب الموظفين لشهر أيلول، لكن لهذه الطريقة آثارها الجانبية، فهي تسببت بعجز قدره تريليون دينار في مصروفات تشرين الأول، وإعادة العمل بها هذا الشهر تسبب بمضاعفة العجز في مصروفات تشرين الثاني. حجم النفقات لعام 2020 يقدر ب100 تريليون دينار، 56 منها تذهب لرواتب الموظفين، وهي أعلى حصة للرواتب من بين كل موازنات دول العالم، وحتى صادرات النفط البالغة 2.6 مليون برميل يومياً لا تكفي ليسد العراق قوت شهره. إذن هما أمران أحلاهما مر، فإما أن تواصل الحكومة سحب الرواتب من احتياطي البنك المركزي إن وافق البنك على ذلك، وبالتالي يتضاعف العجز، أو يقر البرلمان قانون الاقتراض، وهذا يعني أن الطرق كلها تؤدي إلى الكارثة. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا المستشار الاقتصادي دكتور ناصر الكناني، أهلا بك دكتور ناصر. يعني دكتور ناصر، الحكومة لم تلجأ إلى الاقتراض دفع الرواتب، فهل سحبت من احتياطي البنك المركزي أم من الوزارات كما يعني يشاع وسربت من بعض المصادر، أم هي بالفعل إيرادات النفط للأشهر الماضية؟ شكرا على الاستضافة. أولا الحكومة العراقية يعني بصراحة المشكلة هي مشكلة تناحر بين الحكومة والبرلمان، ولا الموضوع المبلغ مؤمن من اليوم الجلسة الأولى لليوم الأول لمجلس النواب. مجلس النواب أقر 15 تريليون دينار داخلي و5 مليار دولار خارجي.
لا أن الحكومة والبرلمان أكو مشكلة مستمرة لحد الآن مدى تحل. هو هذه اللي هي المشكلة، مشكلة سياسية وليس مشكلة فنية أو مالية. المال موجود وأقر من، وهذا المبلغ يطلع بحدود 22 تريليون، فيغطي الأربعة شهور اللي هي احنا حكينا عليها من الجلسة الأولى. هسه احنا حاليا عندنا 3 شهور، احنا العاشر والعفو التاسع والعاشر وال11 وال12، فهذا المبلغ يغطي. احنا بالمناسبة يعني عدا عائدات النفط هو هذا المبلغ يغطي الرواتب. بس احنا اذا تقولي لي هسه احنا بسنة ال21 اذا بقينا على الحالة شنو اللي راح يصير؟ احنا عندنا هسه عجز السنة 81 تريليون دينار عراقي، يعني الايرادات عندنا 67، النفقات 148، العجز 81. طبعا هذا عجز اول مره، اكبر عجز مر بالعراق منذ 2003 لحد الان. بس طبيعي احنا من نحكي هذا العجز، هل هو ما عندنا ديون سابقه؟ لا، عندنا ديون احنا مطلوبين. طب هل هناك اليه دكتور ناصر، هل هناك اليه للخروج من العجز؟ راح الصوت. ألو، إن كنت ألو. تسمعني دكتور ناصر، هل هناك آلية للخروج من هذا العجز الذي يمر به العراق؟ سأرجع. نعم نعم، هل هناك من آلية للخروج من العجز الذي يمر به العراق الآن؟ نعم، هناك آليات، مو آلية واحدة، أكثر من آلية، بس على أن الحكومة والبرلمان يتفقون على هذا المبدأ. احنا عندنا مشكلتنا هي اولا بالترهل الوظيفي، وايضا المبالغ الكبيره اللي تصرف الى العفو النفقات اللي اذا تصرف للموظفين الكبار. احنا عندنا 509 درجه وزير، درجه يسموها عليا اليف، وايضا درجه عليا باء 5000 تقريبا و25 او 29 شخص. يعني هاي الارقام درجه اولى عندنا اكثر من 50,000. فهاي الثلاثه والاربعه درجات هي ماخذه اكبر حيز من الطبيعه. احنا ما بدنا نحكي الرواتب فقط، بدنا نحكي عن المخصصات التخصيصات لهذه الفئه اللي بدنا نحكي عنها. انت طيب يعني دكتور ناصر، لاستغلال وجودك معنا نعم لاستثمار الوقت، يعني العجز الذي يمر به العراق الان، سؤالي هل يمتلك البنك المركزي صلاحية إقراض الحكومة يعني حتى ولو على سبيل السلف السريع؟ لماذا يظهر العجز الكبير عندما تستلف الحكومة من البنك المركزي؟ لا لا، مو يظهر العجز كبير، هو طبيعي، طبيعية جدا البنك المركزي يقرض وقد يكون بفائدة، مو هم بدون فائدة من قرض الحكومة. يعني هذا طبيعي، هو بنك عنده مبالغ موجودة فممكن يقرض منها، ما راح يأثر شيء إطلاقا، ما يأثر شيء. بعدين هو كلها قضية، لو تسمعيني أنا ما دا أسمع شيء، هي قضية أيام مو أكثر. أكو إحنا مردودات، عندنا مبيعات للنفط 2.6 يعني مليونين و600 ألف برميل يومية، واليوم النفط تعافى وصل تقريبا عندنا 42-43 دولار، وروحي منه 15 دولار عجز ايضا، هم العفو تبقى بحدود 27-28 دولار. فاذا يعني اكو ايرادات، واكو ايرادات اخرى، هم عندنا الحدود، المنافذ الحدوديه وضرائب ورسوم، وعندنا بالمناسبه احنا ما عندنا، ماكو وزاره ما بها ايراد على وزاره الدفاع، كل الوزارات بها ايراد. اذا صار عندنا التمويل الذاتي، يعني يفترض هاي الوزارات تروح كلها على التمويل الذاتي. نعم، إذا كما ذكرت، إذا تم استخدام الآلية الصحيحة بإمكاننا الخروج من الأزمة. المستشار الاقتصادي دكتور ناصر الكناني، شكرا لوجودك معنا. هذا وفي الوقت الذي تحاول الحكومة فيه الاقتراض داخليا من المصارف، تهرب نحو 70% من السيولة النقدية خارج خزائن البنوك، لأن العراقيين يثقون فقط بجيوبهم لادخار الأموال. لماذا لا يثق العراقيون في مصارفهم؟ سؤال يطرح في ظل الأزمة المالية والبحث عن بدائل لتنشيط الوضع الاقتصادي. أحد هذه البدائل المطروحة اللجوء إلى الاقتراض من المصارف، بيد أن الأخيرة يبدو أن بها من العلل ما لا يسمح بتحقيق المراد منها.
77% من أموال العراقيين تدخر خارج البنوك وفق تقرير للبنك المركزي عن ثقافة الادخار في البلاد، وهو ما يعني عمليا عدم القدرة على استثمار هذه الأموال لتدوير الحياة الاقتصادية في البلاد. 86 مصرفاً يتعامل مع 22% فقط من العراقيين وفق تقديرات، ما يفسر عدم ثقة المواطن في إيداع أمواله في المصارف لأسباب بينها الافتقار إلى تشريع قانوني يضمن حقوق العملاء وسط اتهامات لمصارف بالاستيلاء على أموال عملائها، كما أن بعضها ليست سوى دكاكين قابلة للحجر في أي لحظة من قبل البنك المركزي، ما يعني ضياع الجمل بما حمل. أما فتح حساب بنكي في العراق فتلك عملية إدارية معقدة تنفر أكثر مما تبشر. قانون مكافحة غسيل الأموال يجبر العملاء على توقيع استمارات تستفسر عن أصول أموالهم، أمر يصعب على العديد منهم إثباته في ظل الاشتغال مع مؤسسات دون عقود عمل تضمن الحقوق وتوطن الرواتب في المصارف. هذا عدا عن قلة عدد فروع البنوك التي تتركز أساساً في بغداد دوناً عن المحافظات الأخرى التي لا تشجع بدورها على فتح حسابات بنكية. هي أزمة قد تبدو اقتصادية في ظاهرها، بيد أنها ليست سوى نتيجة حتمية لوضع سياسي وأمني غير مستقر. فالمصارف عبارة عن استثمار، والمستثمر يحتاج إلى الثقة، والثقة لا تنال إلا بتوفر المناخ الضروري لها. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا الباحث الاقتصادي الدكتور ميثم اللاعبي. بداية أهلا ومرحبا بك. إذن كما ورد في التقرير أن 77% من أموال العراقيين تذهب للادخار خارج المصارف، من يتحمل مسؤولية هذا الادخار وأيضا غياب الثقة في المصارف العراقية؟ أهلا وسهلا بك أستاذ وبالجمهور الكريم. حقيقة هذا يعني موضوع موروث وليس جديد، انعدام الثقة بالنظام المصرفي من الثمانينات والتسعينات مرورا حتى بما بعد 2003. هناك شواهد كثيرة دعت إلى بالعقل الجمعي العراقي إلى عدم الثقة بالنظام المصرفي. سلبت المصارف في أوقات أزمات وأوقات الحروب، أيضا تعرض النظام المصرفي إلى هزات كبيرة، تغيير العملة، وأيضا حتى بعد 2020 النظام المصرفي لم يكن مستقر إلى تلك الدرجة بسبب طبيعة الريعية العالية للاقتصاد واعتماده على هذا المورد اللي هو عرض للأزمات الخارجية، وبالتالي هذه انعكست بشكل أو بآخر على النظام المصرفي. حتى بهذه الأزمة الأخيرة، الأزمة المركبة، لاحظنا في 2020 أيضا، في بداية 2020 أيضا البنك المركزي أشر أكثر من مرة إلى أنه إيقاف توزيع استلام الحوالات كاملة بالدولار. سيد يعني ميثم، أيضا أذكرك هذا السلوك ليس هو يعني وليد اليوم واضح، لكن الحكومة تريد من مجلس النواب التصويت على قانون الاقتراض لتلافي تكرار أزمة تأخير صرف الرواتب. هل أنت مع الاقتراض أم ضد؟ بغض النظر عن الحلول الطويلة الأجل وكل ما شخصناه احنا بالسابق من أنه الاقتصاد العراقي يحتاج إلى إعادة هيكلة، إعادة نظر في هيكل الإيرادات وأيضا بالتشريعات السياسة التجارية بسعر الصرف، إلا أنه إذا تحدثنا الآن بالأجل القصير وأمام هذه الأزمة اللي هي أزمة نهاية العام وباقي لها 3 أشهر، فأنا أرى أن الحلول ضيقة، الحلول ليست هناك حلول سحرية. أعتقد أنه الخيار المطروح الواقعي والمنطقي، على الرغم من أنه أيضا أعتقد أنه هناك أرصدة لدى الحكومة، لم تفلس الحكومة بشكل تام بشكل كبير، أو أنها وصلت إلى مرحلة الأرصدة مالتها بالسالب. أعتقد يعني حتى أزمة هذا الشهر كانت مفتعلة، وبسبب
عدم التنسيق بين السلطات النقدية والمالية. الحلول السريعة أو القصيرة، كيف ممكن إيجاد حلول طويلة الأمد؟ لكن خليني أكمل لك أنه احنا في هذه الثلاثة أشهر ممكن راح نضطر إلى الاقتراض من النظام المصرفي بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص، لأنه النظام المصرفي أيضا يرتبط به حضرتك اللي أشرت أنه هو السيولة منخفضة بسبب أنه جزء من الكتلة النقدية هي خارج النظام المصرفي، وبالتالي أكثر العبء مثل ما صار مثلا أزمة 2014 تحمل البنك المركزي من خلال يعني إصدار ديون وتمويل عجز الموازنة. أما الشهرين المقبلة فأيضا أنا أتصور أنه الأزمة راح تبقى مستمرة، وأيضا راح نشهد تلكؤ بتوزيع الرواتب، لن تحل، ليس هناك أفق لحكومات أو أصحاب قرار ناضجين يقدرون أنه يبعدون مثل. إذن نكتفي بهذا القدر، عذر للمقاطعة. السيد ميثم اللعيبي الأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا. ضرب تأخير صرف رواتب الموظفين أسواق الجملة ومعارض السيارات والمطاعم في بغداد، فيما واجهت الكثير من أسر الموظفين صعوبات في شراء الفواكه والحلويات ودفع أجور مولدات الكهرباء، بل أن بعضها لم يتمكن من الطبخ في أربعينيات الإمام الحسين. سرح تجار عمالهم أو أجلوا صرف إجورهم لأسبوع أو أكثر وقللوها أحيانا، وفي علوة جميلة صار أصحاب المتاجر على خلاف العادة يتسوقون مرة في الأسبوع بدلا من مرتين ويأخذون سلعهم بالآجل. سوق السيارات خيم عليه الكساد، معارض النهضة والبياع تحفز الناس على الشراء عبر تسهيلات، منها عرض يتضمن دفع 2500 دولار فقط مقدما وجعل الباقي بالتقسيط. ورصد الخبراء ضررا لحق بأسواق الفواكه والحلويات، فالموائد في منازل كثيرة حددت الأطباق واستغنت عن التحلية، وبعد تأمين وجبات الأكل الضرورية تهتم أسر الموظفين بدفع أجور الكهرباء، لكن حتى هذه الأجور لا تدفع بانتظام، فيقطع مشغلو المولدات التيار، وصار البيت غير المضاء ليلا، يعني أن صاحبه لم يتسلم راتبه. أما المطاعم فتفتقد روادها من الموظفين. في بغداد الجديدة كان مطعم الكنتاكي يلبي 400 طلب حتى الرابعة عصرا، لكنه لا يتلقى اليوم سوى 50 طلبا، ولأن الدجاج أرخص من اللحم فهو المفضل لدى الموظفين، ولذا توقفت مراوح شواء الكباب، كما أن قدور القيمة والهريسة بقيت مركونة في العديد من المنازل، حيث حرمتها أزمة الرواتب من الطبخ في أربعينية الإمام الحسين. شدد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اجتماع موسع على ضرورة توفير متطلبات الانتخابات المبكرة وحسم قانون المحكمة الاتحادية العليا وضمان استقلالية القضاء. وأكد صالح خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الاتحادي فائق زيدان ورئيس مجلس قضاء كردستان بنكين قاسم على توفير المستلزمات التشريعية والفنية للانتخابات بما يضمن نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب بها وتحقيق التمثيل الواسع للناخبين. كما جرت مناقشة حسم مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية وتأكيد على استقلالية القضاء وتنسيق أجهزته وفقا للدستور. منذ اليوم وحتى موعد الانتخابات المبكرة ستكون العملية السياسية على موعد مع تنافس غير مسبوق بين أحزاب تقليدية وحراك شبابي يحاول تمثيل تشرين، وما بينهما الكثير من التكهنات والحسابات الصعبة. المئات من الكيانات السياسية تدخل المعركة الانتخابية. أول جولة تصويت مبكر بعد اندلاع احتجاجات تشرين العام الماضي، وعنوان هذا السجال الانتخابي الصراع بين المدارس القديمة
وجيل من الشباب يتحمس كثيرا لإحداث التغيير. مفوضية الانتخابات سجلت حتى الآن 300 كيان سياسي، 3/4 هذا العدد بالتمام والكمال من فرسان عام 2018، ما يعني بالضرورة أنها أحزاب احتج عليها العراقيون واعترضوا على مخرجاتها المتراكمة منذ 17 عاما. وفي الانتخابات المبكرة يبكر المستقلون بتسجيل كيانات جديدة للتنافس. المساحات التظاهر لها مطلق الحرية في دعم تجمعنا أو دعم أي كيان سياسي آخر بما تراه مناسبا لتمثيلها تحت قبة البرلمان. المراقبون متحمسون في توقعاتهم، والتوقعات تشير إلى انتخابات غير تقليدية ستكون فيها للقوى الجديدة فرصة لم تكن متوفرة سابقا للتنافس على مقاعد البرلمان، لكن خبراء قانونيين لا يتفقون مع هذا الحماس نظرا للقيود التي سيفرضها القانون الجديد بدوائره متوسطة كانت أم كبيرة. ليس هناك انتخابات إذا لا يوجد هناك قانون انتخابات، ومجلس النواب هو المسؤول عن هذه المسألة ويتحمل مسؤولية في حالة التأخر في عدم إصدار القانون. قانون تم التصويت عليه قبل 9 أشهر، لكن لحد الآن لم نرى إنجاز قضية الجداول. وفضلا عن القانون، فإن حيل الكبار قد تجهض أحلام شباب تشرين. مصدر مطلع على الحوارات السياسية بشأن الانتخابات أبلغ يو تي في إن ما يقارب من 52 كيانا جديدا سجل تحت مسمى الحراك المدني لتبني مطالب المتظاهرين، بعضها منشق عن كتل وكيانات سابقة، وبعضها الآخر عن فصائل مسلحة قدمت كياناتها عن سهل نينوى وديالى وكركوك. جيلان مختلفان، الأول يريد انتخابات نزيهة ويطمح إلى مزاحمة الكبار على السلطة، والثاني يسعى إلى البقاء فيها وحماية مكتسباته الحزبية. وما بين جيلين سياسيين وقانون مثير للجدل، فإن العراق على موعد مع تصويت يصعب التكهن به على الأقل الآن. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا الناشط المدني موسى رحمة الله. بداية أهلا ومرحبا بك موسى. إذن منافسة غير مسبوقة ومحمومة أيضا وصعبة بين أحزاب تقليدية وحراك شبابي، أنت كناشط مدني تمثل شريحة واسعة من الناشطين، هل أنتم مستعدين لهذه المنافسة؟ تحياتي لك سيد الكريم ولكل مشاهدي قناة يو تي في. في الحقيقة هناك أكثر من عشر خروقات موجودة مسجلة ضمن المفوضية الحالية وكذلك في مجلس النواب بخصوص الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات، وجميع الناشطين يتابعون ويراقبون ماذا ينتج عن الحراك التشريعي الموجود في مجلس النواب وكيف سيكون القانون الجديد والتداخلات، وخصوصا هناك بعض القوى السياسية تحاول إشراك الأرياف في مراكز المدن وتدمج هذه الأقضية والنواحي في سبيل السيطرة والهيمنة ووضع الإرادة السياسية والحزبية على إرادة الناخبين. وبالتالي لحد الآن ليس لدينا قرار ولن نتخذ قرار بخصوص المشاركة بالانتخابات القادمة أو لن نشارك. هناك رؤية كاملة بأن المفوضية تحتاج إلى ما يقارب 9 أشهر لإقامة انتخابات مبكرة، وهذه المدة ليست كافية القادمة، وخصوصا أنه الانتخابات في شهر السادس القادم كما أعلنتها الحكومة. بالتالي نحن الآن في قرار سيكون مصيري في الفترة القادمة، وخصوصا الكثير من الناشطين يراقبون العمل التشريعي ويراقبون الإداء الحكومي الموجود والحالي. لكن لا تعتقد أيضا بعدم مشاركتكم وبهذه الروحية يعني تعطون ربما ذريعة للمزيد من الخروقات أيضا؟ بالتالي أنت شارك في جو مسموم بالسلاح والمال العام المسروق من المؤسسات الحكومية، أنت شارك في بيئة أنتجت نظام قتل الشباب في الساحات، أن تشارك مع أحزاب سيطرت على المؤسسات، أن تشارك مع كيانات هدمت الدولة وأصبحت تمتلك أجنحة مسلحة. كيف تريد أن يشارك الناشطين وكيف تريد أن تشارك الوطنيين
الوطنيين في هذه الأجواء التي لن تستطيع الحكومة لا سيطرة على السلاح ولا على الأموال المسروقة ولم تحاسب الفاسدين، فكيف يشارك الناشطون والشخصيات الوطنية والكفاءات في انتخابات، وخصوصا هناك استدراج لبعض الشخصيات ولبعض الأشخاص من الساحات لعمل كيانات سياسية أو أحزاب، وكيف خرج الناس؟ الناس خرجوا يطالبون بوطن له حقوق ولم يخرجوا يطالبوا بحزب حتى يشترك مع الموجودين في السلطة. المزاحمة يكون بمشروعية، ويكون هذه المشروعية بطرح ورؤية تقدم إلى الناس للإقناع وليس استغلال ساحات التظاهر والناس الخارجة وهمومها في سبيل الوصول للسلطة. لكن أيضا لماذا لا تمارسون أيضا سائل يعني ضغوطا على السلطة التشريعية وتوصلون يعني رؤيتكم أيضا إلى مجلس النواب وحتى سيد الكاظمي باختصار؟ هناك مشكلة كبيرة، هناك مشكلة كبيرة في مجلس النواب. مجلس النواب بعد أن ألغى عضوية محمد رجب الكبيسي أصبح وجوده غير شرعي، كون أنهم نفس القاضي الذي أصدر وأيد الانتخابات الفائتة والسابقة هو القاضي محمد الكبيسي، والآن هو القاضي نفسه الذي استبعد من المحكمة الاتحادية. هذه مشكلة كبيرة، ومحكمة الاتحادية لم تشكل. هذه المشاكل يتحملها مجلس النواب الغير شرعي والذي أتى من انتخابات مزورة، الآن يريد أن يضع قانون انتخابات مفصل على الكيانات السابقة أو على نفوذهم السياسي ونفوذهم في المناطق، ويسرقوا إرادة الشعب ويسرقوا إرادة الناس ليضعوا أعضاء جدد للنواب شكليا. نعم، الناشط المدني من الخط موسى رحمة الله نكتفي بهذا القدر، وعذرا للمقاطعة، شكرا جزيلا. مشاهدينا، ثامنة مستمرة وفيها أيضا بالحمير والدراجات النارية ديالة معبر للمخدرات، والشرطة تحصد 250 ديلارا في 9 أشهر. المدارس الأهلية تتدرب على دراسة الأونلاين، وتلاميذ الحكومة يجهلون موعد العام الدراسي الجديد. بالحمير والدراجات النارية ينقل مهربو المخدرات موادهم المحظورة عبر المدن الحدودية في ديالى. شرطة المدينة كمنت للكثير منهم في ممرات التهريب واعتقلت 250 ديلارا في 9 أشهر. أكثر من 250 تاجرا ومتعاطيا للمخدرات اعتقلوا منذ بداية العام الحالي في ديالى ضمن حملة أمنية واسعة، بعد استغلال المدن الحدودية ممرات لدخول المواد المخدرة إلى العراق في السنوات الأخيرة. مناطق أكثر انتشاراً دون سواها وهي المناطق الحدودية المتمثلة بقضاء خانقين وناحية مندلي وناحية قزانية. تم شن حملة في عام 2020 كلش واسعة لضرب تجار المخدرات، أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 250 متهم بجريمة التجارة وتعاطي المواد المخدرة. الكريستال أكثر المواد المخدرة شيوعاً في ديالى، ويجري تهريبها عبر طرق رئيسة وأخرى وعرة باستخدام حمير وبغال ودراجات نارية. وفقاً لمكافحة المخدرات التي كشفت عن أبرز أسباب اتساع تجارة المخدرات وتعاطيها، من الأسباب اللي أدت إلى انتشار المخدرات في تقديري في محافظة ديالى وباقي المحافظات، في ديالى أكيد أنه موقعها الجغرافي القريب من الحدود. اثنين، عندنا محافظات تحد بينا في محافظة ديالى، إضافة إلى أنه أمور اقتصادية. وفي الوقت الذي تعاني فيه ديالى ازدياد تعاطي المخدرات، إلا أنها ومثل مدن أخرى ما تزال تخلو من أي مركز لتأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع من جديد. نوجه رسالة إلى وزارة الصحة أن ديالى تفتقر إلى مركز تخصصي لغرض معالجة مثل هكذا حالة، آملين إن الاستجابة إن من خلال فتح مركز لتأهيل المتعاطين من أجل قضاء هذه الحالة وإدماجهم بالمجتمع مرة ثانية. وعلى الرغم من الحملات الأمنية والإطاحة بعشرات التجار، فإن مشكلة تجارة المخدرات وتعاطيها تهدد المجتمع، خاصة بعد دفعها عددا من المتعاطين إلى ارتكاب جرائم.
علي العنبقي، ديالا يو تي في. يبدو أن العام الدراسي في العراق لن ينطلق قريبا في ظل عدم حسم الجهات المعنية قرار البدء بالتعليم عن بعد أو العودة إلى المقاعد الدراسية بسبب استمرار الوضع الاستثنائي الذي يفرضه تفشي وباء كورونا. كل شيء مكدس في مكتبة أبي صادق، لم يشتري أحد القرطاسية والحقائب المدرسية كما جرت العادة في السنوات الماضية. هذا الموسم يبدو استثنائيا بسبب تفشي وباء كورونا الذي أخر استئناف العملية التعليمية في العراق. السنة يعني لحد الآن ما ثبتوا اليوم الدوام الرسمي. اكو دوام رسمي ثبتونه، ناس تجي عوائل تتسوق، وانا اعتمادنا اول شيء على المدارس. دوام مدارس الحمد لله سد بها خير من الله. وفي ضوء ما يفرضه كورونا، فان وزارتي الصحه والتربيه لم تحددا موعدا بعد لبدايه العام الدراسي واليه التعليم. فالاكتظاظ والدوام المزدوج الذي تعانيه المدارس الحكومية يحتم على المعنيين اتخاذ تدابير تمنع الإصابات. المراحل الأولى راح تواجه مشاكل بانتظام بعملية أنه الدراسة عبر الأونلاين، فراح نعمل سوية من أجل أن يتواجدون طلابنا بالمراحل الأولى من أجل أن تصل المعلومة كاملة. في المدارس الأهلية الحال مختلف تماما، فمبكرا بدأت تحضيراتها للعام الدراسي واستعدت لذلك بتوفير منصات إلكترونية للدراسة عن بعد، كما أخذت إداراتها تجتمع مع ذوي الطلبة لمناقشة التحضيرات وسط انقسام حيال هذه التجربة الجديدة. باشرنا التدريب على المنصة الإلكترونية للدراسة عن طريق أونلاين، ومن خلال التدريب سنكتشف فيما إذا كان هناك أي نقص لتلافيه من قبل الكادر التعليمي. مستحيل طالب بصف أول ابتدائي يقدر يفهم ويتعلم الدراسة عن طريق الأونلاين، لأن ماكو طفل يعني بإمكانيته يقعد أمام الحاسبة. وسط تحديات كبيرة وإمكانيات محدودة للحكومة، قد يطول انقطاع الطلبة عن التعليم والعودة إلى مقاعد الدراسة. حسم بداية العام الدراسي الجديد وآلية الدراسة، يبدو أن قرارهما مرهون بتطورات الجائحة، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء وقلة المدارس الحكومية. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. رغم مرور 137 عاما على تشييده، فإن جسر داقوق العثماني في كركوك ما يزال صامدا كمعلم أثري تاريخي ومتاحا أمام وسائط النقل الحديثة. هذا الجسر الذي كان يصل سابقا بين كركوك وبغداد يعد الآن مقصدا في الأعياد والعطل الأسبوعية. إلى الجنوب من كركوك حيث يقع قضاء داقوق، توجهنا صوب الجسر العثماني، التحفة التراثية التي بناها العثمانيون قبل 137 عاما. تصميم هذا الجسر يرمز إلى عدد أشهر السنة وأيام الأسبوع، حيث يتكون من 12 فتحة لمرور المياه من أسفله، ويصل طوله إلى 365 مترا وبعرض يبلغ 7 أمتار. وقد يبدو للوهلة الأولى أنه آيل للسقوط لقدم بنائه وتهالك أجزاء منه، لكنه ما يزال قادرا على تحمل مرور العربات حتى يومنا هذا. احنا كدائرة آثار، الجسر حاليا بوضعه وضع جيد جدا، يحتاج إلى ترميمات بسيطة ولكن وضعه معماريا جيد جدا. يعني ما في تخوف اليوم من خطورة من يمر عليه؟ لا، أي تخوف ماكو، يعني احنا يعني جزء عماري للجسر ماكو أي تخوف، من فقط الجزء اللي مهدوم وتم تعويضه بحديد. الجسر مبني من الحجر الرملي الأحمر وكان الممر الوحيد للتنقل بين كركوك وبغداد، وفي عام 1918 فجرت القوة العثمانية جزءا منه أثناء خسارتها المنطقة خلال معارك جرت هنا ضد الجيش البريطاني الذي شيد القسم المهدم منه باستخدام الحديد والكونكريت للوصول إلى الجسر التراثي والعبور إلى الضفة الأخرى.
المنطقة التي يقع فيها الجسر أصبحت منطقة سياحية جاذبة لوجود نهر يمتد من وادي الشاي مروراً بالمناطق المرتفعة المحيطة بداقوق، فالعشرات من سكان القضاء والمناطق القريبة هنا يتوافدون للتنزه وصيد السمك. نجي نوبات نجيب العوائل، عوائلنا نجيبها، نطلع هنا سفرات، نجي هنا نصيد سمك. هو كل الأيام أيام، يعني أكو أيام مكان ما كل الناس تقعد، أي أكو أيام مثل أيام نوروز أعياد هاي الناس تجي، زين أيام الربيع فالناس تجي لي جاي تقبل لي جاي من كل المكانات. 137 عاما مرت على هذا الجسر الذي شيده العثمانيون، جسر يعد أحد معالم كركوك العمرانية، ينتظر التفاتة من قبل السلطات لإعادة تأهيله والحفاظ على رمزيته التاريخية والسياحية. من قضاء داقوق جنوب كركوك، عبد الله العامري، UTV. النشرة مستمرة وفيها أيضا، فنادق وأسواق شقلاوة تلتقط أنفاسها، سواح من كل العالم يبحثون عن نسائم الجبال. بنات وشباب الموصل يكافحون التطرف في قطرة أو قنطرة الرسم والمسرح والموسيقى. شهد مصيف شقلاوة في إقليم كردستان إقبالاً للسائحين من مختلف المدن العراقية في إثر تخفيف القيود المفروضة جراء تفشي وباء كورونا. شقلاوة أو عروس كردستان مدينة تكثر فيها عيون المياه التي تتدفق منها الجداول بين الأزقة والمنازل، فيما مناخها الساحر يجذب اليوم آلاف السائحين القادمين من بغداد ومدن الوسط والجنوب. والله أنا من بغداد وجاي سياحة، زين شقلاوة حلوة بناسها وحلوة جماليتها، زين وإحنا مثل ما يقول يعني الأجواء الموجودة هنا مو موجودة حتى بالعالم، رايحين إحنا مسافرين وشايفين بس هنا أجواء غير أجوانا، الجو النقي هو كافي. هذا عانى أهل هذه المنطقة التي تبعد 50 كيلومترا عن جبل سفين من كساد كبير بسبب جائحة كورونا وتداعياتها التي أدت إلى عزل المدينة. أما اليوم فالفنادق والساحات ومراكز التسوق والمرافق السياحية عاودت نشاطها لتنبض بالحياة من جديد مع الالتزام بالإجراءات الصحية. جائحة كورونا كان تأثيرها تأثير سلبي يعني علينا قوي، يعني ما قدرنا يعني فردنا، يعني توقف السوق نهائي كأنما ماكو بشر، لأن الشوارع كلها خلت، فتأثرت علينا تأثير سلبي. نصف المواد يعني تلفت ذبيناها، أكثر من نصف ذبيناها، بس من انفتح هسه الطريق الحمد لله والشكر يعني تحسن السوق وصار يعني مجال تتسوق وتمشي وتبيع، يعني فتحسن يعني إلى يعني حال زين. السائحون هنا يستمتعون بالمناخ المعتدل وطبيعة القضاء الجبلية، فضلا عن جولات التسوق حيث التكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بمناطق أخرى، بينما يعرف السكان هنا بالوداعة والترحيب. في مشهد لافت تمتلئ الساحات والأزقة هنا وسط شقلاوة بالسائحين غير آبهين بكورونا رغم جهود الحكومة توفير الإجراءات الوقائية. الجو المعتدل والطبيعة الخلابة وأجواء القضاء الآمنة تخلق ألفة بين المدينة وزوارها. مشرق المنصور، أربيل، UTV. عبر الأدب والموسيقى والفعاليات الثقافية يؤسس شباب الموصل مشاريع لمكافحة التطرف، ومنها مقهى قنطر الذي انبثق عن فكرة شبابية بعد تحرير المدينة عام 2017. بالفنون والآداب يحاول شباب الموصل بناء خطط لمكافحة التطرف، أبرز هذه الأمثلة مقهى قنطرة الثقافي الذي أسس بعد تحرير المدينة تموز 2017. قنطرة مشروع ثقافي ابتدى العمل بعد تحرير مدينة الموصل، تضم صالون ثقافي أسبوعي يتناقش فيه مثقفون في الموصل وحفلات لتوقيع الكتب.
وأنت تصعد إلى قنطرة ترى عن يسارك صوراً لأبرز شخصيات المدينة من مؤرخين وأدباء وسياسيين، وعند الدخول إليه تجد إلى يمينك جداراً يوثق جرائم داعش علقت عليه بعض من حاجيات تركها بعد هزيمته كهواتفه ومقابض حديدية استخدمها مع ضحاياه، فضلاً عن زي المعتقلين وأواني إطعامهم. امتازت القنطرة بالميل إلى ما يسمى أساساً الحداثويين أكثر، يعني إحنا إذا قسنا في بعوقات أكو تقليديين في بعوقات في ثقافاتهم في رؤيتهم الأمور، بس القنطرة كانت أقرب إلى الروح الحداثوية، ولهذا تجد الشباب أكثرهم يتواجدون بها. في المقهى مكتبة ودار نشر وصالون ثقافي حمل على عاتقه استضافة فنانين ومفكرين من خارج المدينة وداخلها في حلقات ثقافية حوارية متنوعة ليكون جسراً بينها وبين مدن البلاد والعالم. ولم يكن بعيداً عن حركة تشرين الاحتجاجية، فقد عقد جلسات تضامن معها وأقام مجلس عزاء على أرواح شهدائها. تجربتي كموظف بمقهى قنطرة تجربة رائعة على المستوى الشخصي، لأنها أتاحت لي الاحتكاك بطبقات مختلفة من الفنانين والأدباء والمثقفين بشكل عام. عملي بقنطرة عمل ممتع لأنه مختلف عن باقي الأماكن الثقافية. للمقهى شعار جسد مشروعه الثقافي: المكان يتسع للجميع، فاحتوى الصغار والكبار على اختلاف توجهاتهم الفكرية، حاملاً رسالة سلام يكتبها بالشعر والغناء والموسيقى. وصلنا وإياكم إلى ختام الثامنة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إيران والفصائل ترفعان اليد عن خلايا الكاتيوشا، ومصادر تقول الحكومة تتفاوض مع كتائب وهمية. 70% من كاش العراق خارج المصارف، ورواتب تشرين الثاني مرهونة باقتراض ثالث. أزمة الرواتب تضرب الشرج وجميلة وتحرم عائلات عراقية من ثواب الحسين. 50 محاولة في مكاتب مفوضية الانتخابات للاستيلاء على ماركة تشرين. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، دمتم في رعاية. إلى اللقاء.